أي سؤال من مصر بيقول لي على عملية الحجاب، في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر. على إيش الإشكال؟ على الحجاب يعني، على النقاب ذات نفسه. إيه؟ بيقولوا إن هو مثلا في ناس بيقولوا عليه إن هو بدعة نقاب ومستحب، وبيقول عليه فريضة، فهو وقع في الإشكال ده. الجواب في كتاب الحجاب. أم هو قرأ الكتاب بس هو. طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ. عليكم السلام. والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ، والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل، هذا هو الوسط.